بتقول الاول في البدايه الجمهور جمهور النادي الاهلي النهارده الحقيقه كان ليه بصمه كبيره جدا واداء كبير جدا وتحفيز كبير مع الاداء الكبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، حابب تقول يا شريف النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي على المكسب والاداء والنتيجه الكبيره. ماتش في 3 بونت، احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه بدري، احنا في بدايه موسم، ان شاء الله نحافظ على الاداء ده والنتيجه الكبيره دي في كل الماتشات، وبنوعدهم ان شاء الله نحسم بطوله الدوري بدري وان شاء الله اقرب بطوله هنخشها باذن الله ناخدها باذن الله. قول لي التعليمات كانت ايه من موسيماني لمحمد شريف يعني قبل التشكيل؟ الراجل كلفك بايه؟ لان الحقيقه يمكن النهارده شريف كان فايق في الملعب، سرعات وبيجري في كل حته، وربنا كمان كرمك يا شريف بالاهداف. الراجل قال لك ايه يعني حفزك ازاي قبل الماتش؟ هو الراجل مش اتكلم مع شريف بس، الراجل اتكلم مع الفرقه كلها. الراجل دايما بيحفزنا، بنشتغل، بنشوف نقطه ضعف المنافس بنشتغل عليها، والحمد لله ربنا قدر يكرمنا النهارده بخمس اهداف. ضيعنا كور كان ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده، بس الحمد لله ربنا شايل الخير في الماتشات الجايه باذن الله. قول ايه لجمهورنا اللي منتظر اكتر من كده الفتره اللي جايه؟ هي مباراه في بطوله الدوري العام لسه اللي جايه، ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي. ببارك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نعمل موسم احسن من الموسم اللي فات باذن الله. حبيبي مبروك، الف مبروك.